حالة الضجة اللي بقالها 24 ساعة وشوية على الفيلم اللي بيتعرض على نتفليكس أصحاب ولا أعز، وفي طبعا نجوم من الوطن العربي كلهم طبعا أو معظمهم من لبنان، وطبعا في نجوم مصريين يعني منى زكي يعني النجمة المصرية، ويعني اياد نصار طبعا يعني بالهويه وبالانتماء يعني مصري طبعا، ممثل اردني ونجم اردني طبعا كبير، وبنسعد بوجوده معانا والاعمال الفنيه بتاعته. ولكن بغض النظر عن المقدمه دي كلها، حاله الصخب اللي موجوده على السوشيال ميديا والانقسام ما بين مع فكره الانفتاح في السيناريو او في القصه حتى بتاعه الفيلم، وان هو بيجسد بعض من المشكلات اللي اكيد في منها موجودة على الواقع، وممكن بنقراه على اماكن كتير او بنسمعه في منصات كتير، مثلا في السوشيال ميديا ناس بتشتكي من حالات شبه دي مش غريبة يعني موجودة في بعض المجتمعات، وناس تانية بتقول لا، ما احنا ما ينفعش ان ده يترسخ وان ده يتجسد في عمل، والعمل ده يشوفه شباب ويشوفه اطفال ويشوفه ناس، وبالتالي بنحسسهم ان هذا الامر وهذا الفعل ممكن يبقى عادي، ممكن في السيناريو أو في الحوار يمر، فبالتالي قد يكون مقبول مع الوقت ومع التكرار يترسخ مثلا في الأذهان. يعني دي وجهة نظر ودي وجهة نظر، ولكن أيا كان هو الفيلم مش معروض في السينما، ولا الفيلم معروض في التلفزيونات، ولا الفيلم اللي عايز يشوفه هيشوفه ببلاش، ده اللي عايز يشوف الفيلم أساسا بيدخل على المنصة ويدفع قد كده في الشهر عشان يدخل يشوف الفيلم ده أو غيره. فهي الفكرة كلها، هل هذه المشكلات أو هذه القضايا حلال فنيا ولا حرام فنيا يعني إنها تتناقش، خصوصا إن في تاريخ السينما ياما قصص ياما مشاكل اجتماعية اتجسدت، وحاجات كتير يعني من عمارة بقى يعقوبيان لنرجع للستينات والسبعينات وبعض الأفلام، حتى في القصص القديمة أو في بداية ونهاية مثلا ما كان بيتعرض مثلا لبعض المشكلات الموجودة في المجتمع مثلا وقتها فموجود. فهل عيب او غلط ان المشكله دي تتجسد على الشاشه ويتم تناولها، ولا عادي ده شيء فني ومن حق المبدع ان هو يتطرق لهذه المشكلات اللي في منها طبعا موجود في اي مجتمع من المجتمعات في الشرق او في الغرب؟ برحب بناقدنا الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. استاذ طارق مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا مساء الفل استاذ طارق. طبعا كلامك انا اسف ان انا بتكلم في الفن في وجود حضرتك يعني بس لازم اعمل مقدمه غصب عني يعني. لا 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 بالعكس بالعكس، اللي قلته كلام منطقي، وعايز اقول لك احنا ناقشنا كمان موضوع الشذوذ، انت اشرت الى يعقوبيان وكان في ديل السمكه مظبوط وحمام الملاطيلي. ايوه افلام كثيره جدا ناقشت لانها موجوده في الحياه، المثليه الجنسيه موجوده في الحياه، وحتى غير المثليه يعني فكره بعض العلاقات الخارجه عن الشرع او عن القانون يعني. حتى زاد المحارم ما موجود في الحياه وموجود في الدراما، قدمنا زاد المحارم في الدراما بالمناسبه، يعني السينما او الدراما لم تتقاعس عن الدخول في اي مناطق تبدو شائكه، لكن هو ده دور الفن. فانا مش شايف ان الفيلم ده تحديدا بيدعو او بيروج او بيطبع للمثليه الجنسيه على الاطلاق. هذا الفيلم اللي يشوفه كويس ما فيهوش اي ترويج للمثليه الجنسيه، ماليش دعوه ان نتفليكس في بعض اعمال اخرى بتروج، ده موضوع تاني. احنا بصدد فيلم معين. هذا الفيلم لا يروج للمثليه الجنسيه، في مشاهد جريئه لم تعود عليها السينما المصريه، صح، لكنه ليس فيلما مصريا في الاخر، لا ده في انا عايز احط تحت دي 100 خط، ارجو حضرتك، ده فيلم مش فيلم مصري. طبعا مش فيلم مصري، حتى لو في منتج مصري، احد المنتجين مصريين، لكنه ليس فيلما مصريا. واللغه المقدم بها او اللهجه هي لهجه بالنسبه الاكبر لبنانيه. كويس؟ مظبوط. هو ولازم ياخد من الشارع، يعني عايز اقول ناس يقول لك ايه، طب وليه منى عملت المشاهد دي في الفيلم ده؟ والالفاظ دي قالتها في الفيلم ده ولم تقلها في الفيلم المصري او الفيلم المصري؟ ايوه، لان انت هنا بصدد بيئه مختلفه. هي عايشه في لبنان. وعايشه مع مجتمع عنده مفردات مختلفه. في اي مجتمع انت لما تسافر بره بتتكلم بالانجليزي، ده مش لغتك، لكن لازم تتكلم باللغه اللي يفهموها. شايف ازاي العتاب على منى زكي؟ شايف عتاب قاسي جدا جدا. وانا زمان قوي فاتن حمامه لما عملت لا انام وعملت نهر الحب، لا انام كانت بتخون
يعني امرأة خائنة وشريرة. كويس، الناس كرهت، الناس ما حبتش انه فاتن تعمل الشخصية دي. وايضا في نهر الحب، شوف فيلم جميل قد ايه، لكن 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 هو في النهاية بتخون جوزها. يعني لو حكمته اخلاقيا برضو الناس بتزعل. ده انا بعتبره الوجه الاخر للحب، انك انت بتحب قوي الفنان ده فمش عايزه يخطئ دراميا، مع انه هي دي الدراما. الدراما قائمة على الضعف. هو الخطأ يعني ايه؟ يعني ضعف درامي، يعني لازم يكون عندك ضعف ما تجاه حاجة. كويس، ففرط الحب ممكن يؤدي لده، لكن مع الزمن الناس يعني هتهدى شوية. النبرة الأخلاقية اللي أنا شايفها على السوشيال ميديا زيادة قوي، ولا سقطة أخلاقية؟ أين هي السقطة الأخلاقية؟ إنها مثلا شربت واين في الفيلم، طب ما هو ده الشخصية كده لازم تشرب. يعني عايز أقول، وإلا كنا مثلا محمود عبد العزيز في الكيت كات، ولا فريد شوقي، ولا بتاع ضربوا ناس في رأفت الهجان. هو مثلا في رأفت الهجان كان بيطلع بيشرب كركديه مثلا. هو في يعني هو كده في العمل كده لازم بيشرب كده. يعني عايز اقول ان احنا ما لازم يبقى عندنا قدره على نبص للعمل الفني كعمل فني. في اصوات احيانا بتبقى عاليه جدا وعايزك تكره الفنان ده، فتبتدي يشتغلوا مع السوشيال ميديا، لكن في الاخر بتموت مثل هذه الدعاوى. فكر ما برضه ممكن اقول حركة يا استاذ طارق. طيب احنا لما نعمل عمل زي ده، عمل واثنين وثلاثه واربعه يتعرضوا على المنصات دي او خلافها، بيكرس مثلا لمفهوم معين مثلا، وده مع الوقت بيعمل ترسيب للفكره في الاذهان. يعني شايف حضرتك الفكره دي ازاي من الناحيه الفنيه من سابق اعمال قبل كده؟ بتروج، ما انت مش بتروج لها، انت بتقدمها كنمط موجود في الحياه، زي الخائن، زي السكري، زي الحشاش، واخد بالك؟ يعني عايز اقول المرتشي، لا مش دول كلهم، القواد. هل بنقدم شخصيه قواد؟ ما بنقدم شخصيه قواد. هو في قلعه من القواد في الدنيا؟ كويس، ورغم ذلك بيقدم في الدراما عادي جدا. يعني عايز اقول هو دي الدراما. لا تحاكم اخلاقيا، لا يحاكم المبدع اخلاقيا انت قدمت شخصيه دي، سواء كان ممثل، كان كاتب، كان مخرج، كان منتج. خلط الاوراق هو ده اكبر مأزق بنعيشه. طب هل العمل اللي زي ده، وانا بسال طبعا قامه كبيره في النقد الفني والادبي زي حضرتك، هل لازم يكون في شيء من في الادب الانجليزي المورال ليسن، او الدرس الاخلاقي اللي بيبقى في اخر الدراما او في اخر المسرحيه يقول للناس ده صح وده غلط؟ لا لا، ده الشكل التقليدي. كان زمان ابراهيم عماره، ده مخرج كبير قوي، كان بينهي افلامه بايه قرانيه، حديث شريف، حاجات كده. لا لا، ده لا، بغض النظر عن الآية والحديث، يعني ان هو يبين في النهايه ان العمل ده كان مصيره كذا. يعني انا بزود عليك، يعني بقول لك ان ممكن حتى ينهيها بايه بحديث، كان بيعملوا كده زمان. لا طبعا، انا رايي ده، انا ضد المواعظ الاخلاقيه المباشره، لم يعد المتفرد او المتلقي عموما بيوافق عليها. انك تديله موعظه في الاخر، إذا عملت كذا يحصل لك كذا، إذا عملت كذا شوف حصل لك إيه، وشوف البطل لما مش عارف خان مراته ربنا عمل فيه إيه والكلام ده. كويس، ما هو لما بيشوف الحوار ما بين واحد مثل الجنس وواحد تاني بيعرف إن هو مثل الجنس، يقول له إيه يعني سو وات يعني. فطبعا لما المشاب يشوف ده بيتضايق، بيقول لا ده كان المفروض يعمل، يرد عليه، يزعق يضربه. لا لا، الفيلم مثلا لم يروج. يعني أنا ضد مثلا زي ما تقدم مخدرات، هل أنت روجت لها ولا قدمتها؟ ما العار كله مخدرات. لكن هل العار بيشجع على شراء المخدرات وعلى تعاطيها؟ والكيف والكتكات والكتكات. يعني عايز اقول لا، الفيلم هنا لازم نحكم الفيلم ده كفيلم. هذا الفيلم لا يروج للمثليه الجنسيه. ومنى زكي، انت شفت الفيلم مش كده؟ لا. لا لا، مش مشترك. لا اشترك بقى. حاضر. جدا عايز اقول لك كمان حاجه مهمه. اتفضل. اولا دي منصه مشفره. اديك قلت انت مش مشترك، يعني طيب يبقى لازم انت عندك، يعني عايز اقول ايه، عشان تشوف الفيلم ده في ثلاث خطوات. اول خطوه انك تشترك وتدفع فلوس. صح. رقم اثنين، في تحذير. تمام. تحذير، هم هذا الفيلم فوق 16 سنه، ده التحذير الاول. في تحذير ثاني بيقول لك ان هذا الفيلم ينطوي على الفاظ ناديه. تمام. حلو. فانا حذرتك ثلاث. اول حاجه انت سرقت الباب ودفعت فلوس. اوكي. الثانيه قلت لك ان فوق 16، فانت لازم تعرف انك انت تتعامل مع حاجه فيها مشاهد ليس قلت لك فيها الفاظ بذيئه او نابيه. في ناس
زي افلام العنف، هل احنا لغينا افلام العنف من او الرعب من السينما؟ موجوده موجوده في العالم كله بالمناسبه، لانها رعب، يعني انت بتخش عشان تترعب، صح؟ مظبوط. يعني افلام ممكن تاذيك، ورغم ذلك بنحذر الناس، ده فيلم رعب لكن لا نمنع. طب انت اوكي عايز تتفرج على فيلم رعب، اتفضل شوف، بس ايه يعني كده، طالما انا حذرتك نظام الرعب دي انت تعتقد يعني نظام الرعب دي طيب. في الاخر تقول رساله اخلاقيه؟ أيوة. اكيد لا. طيب انا عايز اسال بقى حضرتك بقى فنيا بقى، بعيد بقى عن اللغط ده والصح عايز اسال حضرتك، حضرتك شفت الفيلم اكيد؟ اكيد طبعا طيب طبعا. طيب يعني حضرتك انا مشترك مشترك. بالمناسبه، انا مشترك. ايوه طيب مشترك. طب فوق ندخل سنه سنه ندخل في يعني، في منطبق الناحيه. عليا منطبق عليا بالمواصفات اشوف الفيلم. طيب انا تمام. كنت وانا الحمد لله يعني من قريب كده بلغت 16. يا رب يديك الصحه استاذ. طيب خلينا اسال حضرتك بقى على الـ الفيلم نفسه كماده فنيه. ناس كتير برضو بتقول لك ده الاقتباس ركيك، الحوار ضعيف، يعني كل ده على عيني وعلى راسي، يا ريت يبقى هو ده الموضوع. نتكلم في الفن يا جماعه، في ايوه حركه الكاميرا، ازاي ان انت الفيلم في الزمان هو ساعتين او ساعه ونص، زمن الفيلم زمن الواقعي هو نفسه زمن الدرامي، المكان واحد تقريبا، المائده كويس، يعني هو ده اللي نتكلم فيه. ايوه الفيلم فيه ثرثره شويه كبناء فني، كان لازم اختصارها. المخرج واضح انه معلش ما كتبش الفيلم بس اوكي، انت مش عايز تشترك في نتفليكس، واضح ان هو كان بيمنح ممثليه مساحه ارتجال، مساحه مقننه من الارتجال كويس، كان لازم بقى على المونتاج يشتغل شويه عشان الايقاع. يعني هي دي يعني اكبر مشكله في الفيلم، هو في شيء من الثرثره الدراميه كان من الممكن تكتبها، بس غير كده غير كده احكام بقى. ونادين عامله شغل هاي، نادين لبكي بالمناسبه، وعادل كامل الممثل، وطبعا منى هايله، واياد نصار ممثلين كمان، لانه الفيلم بيعتمد على قدره الاداء الممثل، طبعا قدرته على الاداء. طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للخدمه لا الفنيه لا الكبير. اشكرك انت، اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق، شرفتنا استاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.